احمد جمعه خدها بالحيويه والحماس، وادي رؤوف بياخد كوره ولكن في صفاره احتسبها خطا لمصلحه جمعه، وفي اعتراض من ايمانويل بشكل فيه مبالغه في اللقطه اللي فاتت ديت، ولكن اعتقد ان الكارت هيبقى لجهاد ولا لايمانويل؟ اعتقد ان هو لايمانويل طالما اللي منفعل وزعلان، وايضا عمل انقضاض على احمد جمعه، والكارت بالفعل لايمانويل ايجيبتور اللاعب النيجيري. في عصبيه مفيش شك، لاعبي النادي المصري مش لاقيين نفسهم داخل البساط، بتبقى طبعا ضغوط بالاضافه للنتيجه. ادي جمعه وفريد، عموما لقطات